احتراما للنشيد الوطني. احنا هنايا من اجل تفعيل واحد البرنامج اللي هو وطني الا وهو الرياضات والالعاب الشاطئيه، والهدف من هذا البرنامج هو تنشيط رياضيا ثقافة الرياضة لدى فئات العريضة من المجتمع، والهدف منه تنشيطهم تربويا وترفيهيا وكذا من أجل الصحة ديالهم. كذلك كنشطوا الأطفال اللي هما يا فئات عمرية اللي هي أقل من 17 سنة، أيضا جميع المواطنين وجميع الأعمار. هذا الافتتاح عرف عدة مشاركين الحمد لله، ومنهم أطفال المخيم حتى هما اللي زارونا في هذا الافتتاح هذا. كما أود أن أشكر السيد عامل عمالة صخيرة تمارة على الدعم ديالو على التوجيهات ديالو، أيضا السيد باشاوية الهرهورة والسادة القياد على هاد المنطقة هادي، أيضا رئيس جماعة الهرهورة اللي ما بخلوش علينا بالآلية اللي متاحة لهم. أيضا يسعني أن أشكر جميع الأطر اللي تجندت لهذا النشاط الرياضي اللي هو ليس بالسهل، لكن تبارك الله الحين كديالهم والقدرات اللي عندهم كتمكنهم أنهم يتغلبوا على جميع الأنشطة. هذا النشاط يعني كيدخل في إطار البرنامج اللي كتسطروا الوزارة حول يعني تنشيط الرياضي بالشواطئ، واللي سميته يعني الألعاب الرياضية الشاطئية في دورته الرابعة. كيتنظم طبيعة الحال كما قلت في جميع الشواطئ المغربية اللي كتحترم الشروط ديال النظافة والشروط ديال يعني، غالبا كيكون عندهم اللواء الأزرق، هذو هما الشواطئ اللي كننظموا فيهم، والحمد لله البرنامج ناجح 100%، وخصوصا أن نحن الآن في الدورة الرابعة. الأطور يعني بفضل المجهودات اللي كيقوم بها الأطور في الوحدة الإقليمية للرياضية، الحمد لله يعني الأطر قايمين بالواجب، خصوصا انهم يعني كيشتغلوا مع مسؤولين في مستوى عالي، السيد المدير الاقليمي للمديريه والسيده رئيسه المصلحه يعني ديال الرياضه في المديريه، كنلقاو يعني جميع الامور اللي كتسهل لنا العمل
في فضاءات مثل هذه اللي خصها يعني نوعا من 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 يعني من الحزم، لان كنشتغلوا مع اطفال غير مؤطرين، كنشتغلوا مع جمعيات يعني من مختلف المناطق اللي كتنتمي لها هنا في المديريه الاقليميه تمارس خيرات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.